أقيمت في العاصمة طرابلس دورة علمية تدريبية حول التفكير الناقد والتي أشرف على تنظيمها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة على مدى يومين. شارك في الدورة عدد من الطلاب والمهتمين والمختصين بطرق النقد وأساليب ومفاهيمه والأساسيات الأدبية والعلمية في الحوار والتفكير. وتم إلقاء العديد من المحاضرات والورش العملية من قبل الدكتور المحاضر نجيب الحصادي. أقام مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في العاصمة طرابلس دورة تدريبية حول التفكير الناقد، حضرها 18 متدربا من الفتيات والشباب من مختلف الشرائح الثقافية والعلمية بإشراف الأستاذ الدكتور نجيب الحصادي أستاذ الفلسفة في جامعة بنغازي. الدورة كانت عن التفكير الناقد، وهو العلم الذي يهتم بالتحقق من الافتراضات والمزاعم ويفحص مدى حقيقتها أو اشتمالها على جزء من الحقيقة أو خطائها. دارت المحاضرة في يومها الأول عن أهمية التفكير النقدي في العلم والثقافة في حياتنا اليومية، وبأن أكثر مشكلات البشر تعقيدا وتأزما تحدث بسبب تجاهلنا لاستخدام التفكير الناقد في حل هذه المشكلات، وعن مدى تجاهل أنظمتنا التعليمية لإدراج مثل هذه المعرفة في مناهجنا ومقرراتها المدرسية والجامعية. ثم انتقل المحاضر إلى مناقشة مفهوم المعرفة والعلم واليقين ومدى التصورات الخاطئة الموجودة لدينا عن هذه الأشياء والاختلافات الفلسفية القديمة والحديثة في مفهوم المعرفة ومصدر المعرفة ما بين العقل والحس والحدس والنفعية. ثم تطرق إلى أهداف العلم والفرق ما بين العلم والتقنية وما بين العلم في حد ذاته وما بين استخدامنا له. كانت عن التفكير الناقد، وهو نوع من المنطق ومعالجة للأخطاء المنطقية في 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 كل ما يتعلق به الأحكام العامة، أخطائنا في الحكم على الأشياء، المعارف، الفلسفة، الأمور الاجتماعية والسياسية عامة يعني. طبعا الدورة كانت من تنظيم وإعداد الدكتور نجيب الحصادي، وهو أستاذ مشهور وخبير يعني في 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 فلسفة العلوم والمنطق بكل أنواعه. كما ناقشت الدورة بعض المغالطات المنطقية الشهيرة التي تصوغ حياتنا ونقاشاتنا ومواقفنا وقراراتنا اليومية، وبينت جوانب المغالطة في هذه المفاهيم التي إن تنبهنا لها ستكون مانعا من الدخول في مثل هذه المشكلات الاجتماعية اليومية. وتطرقت إلى بعض المشكلات المنطقية الموجودة في المنطق القديم وكيف أن بعض مسلماته لا تفي بكثير من الأسئلة والإشكالات. ثم تطرق إلى بعض المعضلات الأخلاقية التي يمثل الاختيار بينها خيارا بين أمرين أحلهما مر. ثم عرجت أخيرا على بعض قواعد الحجاج المنطقي وبعض شروطه وأدواته القوية المفيدة. خلال اليومين حسيت ان كل الحاجات اللي اعتقدت انها هي صلبه وثابته واساسيه من المعارف اللي مكتسبتها او كذا هي قابله للنقد، قابله لاعاده النظر. كان في مفاهيم هلبة كنت نعتقد انها هي خلاص يعني واضحه، اكتشفت ان لا، هي مش واضحه، وانا اساسا ما فكرتش فيها بالطريقه هذه يعني. اختتمت الدورة بحلقة نقاش وأسئلة مفتوحة ما بين المتدربين والمحاضر وتوزيع شهادات الحضور والمشاركة للمتدربين وللأستاذ الدكتور نجيب الحصادي تقديرا لجهوده في إعداد الدورة التدريبية وتجهيزها وتنفيذها.